استاذ جهاد، السلام عليكم. استاذ جهاد، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله. استاذ جهاد، ربنا يبارك في علمك يا فندم، الله يخليك وفي عمرك. وربنا يبارك في الدكتور محمد صلاح. امين ربنا يا يبارك رب، في سيادتك. امين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. ممكن طبعا اكلم الدكتور؟ اتفضل اتفضل طبعا. يا استاذ جهاد. انا مريض سكر، واخد بال حضرتك، من 10 سنين نعم مريض سكر، من 10 سنين، اتفضل. وباخد ديناكورون 60، حباية الصبح. حباية الصبح. بس من شهرين حضرتك الدكتور لما كان عندي حرقان في رجلي شديد قال لي خد حباية ونص، طيب ومريض ضغط وماخد اتبريد. مريض ايه؟ ضغط. مريض ضغط 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 يا دكتور ضغط ضغط محمد. ضغط تاخد له ايه؟ اتبريل. طيب ماشي. اذا بريل، اذا بريل. في حرقان شديد في الاطراف الصوابع وفي بطن رجلي. حرقان. اه طيب السن كم سنة يا حبيبي؟ 54. وزنك قد ايه؟ 79. طيب حضرتك السكر الصايم كام، وبعد الاكل بساعتين طلع كام اخر مرة؟ صايم 121. وبعد الاكل؟ بعد الاكل 160. اخر 6 شهور وزنك زاد ولا ثابت ولا قل؟ لا وزني ثابت، يعني لا ممكن يكون زاد في الفترة دي زاد. طيب زاد اليومين دول. طيب هنقلل الاكل شوية بنسبة 30%. مش عايز اعرف انت بتاكل ايه. قلل الازل، بتاكل رغيف 3 رغيف يبقى رغيفين، بتاكل طبق مكرونه يبقى 2 طبق. انا مش عايز اعرف انت بتعمل ايه. نمره 2، هتاخد دواء اسمه تجريتول. تجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم يوميا لمده 15 يوم، وبعدين ترجع لنا تاني. الالم بتاع رجليك ده هيروح بامر الله تعالى. الف سلامه، الى جانب علاج السكر طبعا.